تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، أعلن سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين إطلاق مشروع سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي، والذي يعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة. وفي كلمته خلال حفل التدشين أكد النائب العام أهمية هذا المشروع وتأثيره الإيجابي على صحة الأطفال النفسية من خلال توحيد الإجراءات الجنائية من قبل الطفل المجني عليه أو المتهم على السواء في قضايا الاعتداء الجنسي من خلال مشروع مؤسس وفق معايير وطنية ترسخ لمنظومة قانونية واجتماعية قوامها حماية حقوق الطفل الفضلى وبما يحفظ كرامتهم وسلامتهم النفسية والأدبية، مشيدا بجهود الفريق الذي عمل على تطوير المشروع ووضعه حيز التنفيذ، معربا عن تطلعه للنتائج الإيجابية التي ستتحقق من خلال تطبيق هذا المشروع في العمل القضائي. بدوره أوضح سعادة السفير الألستير لونغ سفير المملكة المتحدة خلال حضوره التدشين أهمية هذا المشروع في حماية حقوق الطفل، مشيدا برؤية النائب العام على مدى السنوات الماضية وبجهود النيابة العامة في هذا المجال. هذا ونظمت النيابة العامة برنامجا تدريبيا لشرح آلية سؤال الطفل لعدد من الجهات المعنية، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 869 مستفيد. يعتمد هاي المشروع على استخدام التقنيات الحديثة لسؤال الطفل وتسجيل أقواله مرئيا وصوتيا في غرف التحقيق الخاصة، وراح تكون الآلية اختار النيابة العامة من الجهات المعنية، ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات التحقيق من ندب الطبيب الشرعي، فحص أدلة، سماع ذوي الطفل ما عدا الطفل، ومن ثم يتم اجتماع تنسيقي للجهات المعنية والمختصة لوضع الاستراتيجية لسؤال الطفل خلال 12 ساعة. وإحنا اليوم دورنا كوزارة التنمية الاجتماعية معنية بمركز حماية الطفل أن يقوم باختار أي واقعة للطفل للنيابة العامة، ويكتفي مركز حماية الطفل بسؤال ذوي الطفل دون سؤال الطفل، وإنما يتم إبلاغ النيابة العامة وبدورها يتم عقد الاجتماع التنسيقي. الهدف من البرنامج تنظيم التعامل الجنائي مع الطفل المعرض للخطر أو المجني عليه في جرائم الاعتداء الجنسي التي تؤثر على التكوين الشخصي للطفل، وذلك من خلال الحد من تكرار سرد الوقائع أو الأحداث التي مر بها أو استدعاء في ذاكرته بشكل ملح، وذلك حفاظا على سلامته النفسية والذهنية. طبعا تدشين هذا المشروع المتعلق بسماع أقوال الطفل في جرائم الاعتداء الجنسي بالتحديد بادرة جديدة تضاف إلى المبادرات العديدة التي تحسب لمملكة البحرين طبعا في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان اللي دشنها جلالة الملك المعظم في منذ زمن طويل.